بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نتحدث في الآيات 56 من سورة القصص وما بعدها حسب الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إلى آخر الآيات. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إنك لا تهدي من أحببت. الآن الهداية واضح أنه بالدرجة الأولى هي إرشاد ودلالة لتوصلك إلى هدفك. الهداية منين الطريق؟ من هنا. هذه هداية إذا كانت إشارتك طبعا للطريق الصحيح. طب منين الطريق؟ قلت له من هون، من هنا. هذه ليست هداية، هذه إضلال. طالما أنه الطريق من هنا، إذا مش مجرد الدلالة هي هداية، لأنه قد تكون الدلالة إضلال. وإنما عندما تكون الهداية اللي هي يعني دلالة وإرشاد إلى الهدف والمقصد يكون اسمها هداية. هداية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأما ثمود فهديناهم. معناته شو متوقعين الآن؟ إنهم يكونوا مؤمنين. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كأنه هيك لحظة التأشير، مع أنه سبق بجوز تحدثنا كيف بدأ أشر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن دللنا، لأنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني دليلا مرشد. تمام. وبالتالي إذا ثمود هدوا. إيش يعني هدوا؟ بين لهم الطريق الصحيح فاستحبوا الطريق المخالف، فاستحبوا العمى على الهدى. لكن هون الآية إذا بتلاحظوا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا بعث هاديا، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هون معناته إنك لتدل وتشير وترشد. والآية اللي بنتحدث فيها إن شاء الله: إنك لا تهدي من أحببت. كيف؟ إذن معناته الهداية هون مش بمعنى الدلالة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مثلا إنه أبو طالب يؤمن، وأرشدوا ودلوا وتحدث معه طويلا من ناحية هداه بمعنى دلوا وأرشدوا، حصل الهداية بهذا المعنى. طب ولا إيش إنك لا تهدي؟ يعني تجعل مهتدي. هذه تجعل مهتدي مش من اختصاصك، ولو كنت بتحبه. اللي بيسموها هداية المعونة، إنك تعينه بحيث يصبح إيش فعلا يهتدي ويسير بالطريق. إذن هي الهداية مثل ما بتلاحظوا ممكن تكون مجرد دلالة وإرشاد، وهذه هي مهمة الرسل. تمام. ولكن أن تدخل الإيمان في قلوب الناس فتجعل هذا الإنسان مهتدي، هذا مش اختصاصك كبشر. إنك لا تهدي من أحببت. إذن إنك لا تهدي وإنك لا تهدي، إذن معناته واضح الهداية لها أكثر من معنى، إرشاد أو إعانة على الطريق.
لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أنه فلان فلان فلان، ولكن ما هو أصلا إذا بتذكروا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، حتى لو أعطيت كل الأدلة اللي في الدنيا طالما هذا لا يستحق انتهى. طب ليش؟ لو كان الله سبحانه وتعالى يعني بربط قضية الهداية بالذكاء وقدرتك على الفهم، هذا ممكن يصير يعني بعض الناس يعترضوا كل هذا ظلم، لأنه طب هذا اللي إنسان ذكاؤه متواضع وخبراته متواضعة وعلومه برضو متواضعة ولم يهتدي، هذا بده يعاقب يعني؟ وذاك الذكي والمطلع والمثقف، وأصلا مش هيك الحياة، ممكن تجد من المثقفين واعين ملحد، وممكن تجد مؤمن، ومن الأغبياء تجد ملحد وبتجد مؤمن، وبين بين صحيح أكثر الناس مهتدين، هذا موضوع ثاني. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كن قالوا يا أخوي من يشاء معناته رحنا بداهية، بجوز بلكي يشاء فلان ما يشاءش فلان. شو ليش هو مين اللي يشاء؟ العليم. ولذلك لاحظوا تكملة الآية بعد شوي اللي يقول من يشاء اللي مشيئته مطلقة، لكن هو صحيح مشيئته مطلقة، ولكن هو العليم وهو الحكيم وهو العادل ولا يظلم مثقال ذرة. إذا هيك خلاص ماذا مشيئة؟ لأن مشيئة مين هي؟ لا يكون مشيئة واحد من هالبشر خاضع العواطف وتفاصيل. ونكمل الآية ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يعني مش أنتوا اللي بتعلموا، حتى تستغرب أحيانا شو معنى هذا، يعني منجيب له كل أدلة الدنيا وليش هذا بالذات؟ يا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هادي. لاحظوا وهو مين هو؟ الله سبحانه وهو أعلم بالمهتدين اللي فعلا بيستحقوا الهداية، وهو الذي يعلم لماذا هؤلاء بالذات تم اختيارهم للهداية. يعني انتوا اللي قاعدين في الدرس برضو يعني، ولا كثير من الناس مش سائلين مش هيك؟ ليش اختارك انت؟ ليش اختارك انت من دون كثيرين؟ وهو أعلم بالمهتدين، يعلم وعلى هذا الأساس. وبالتالي هذه من أعظم الكرامات على فكرة، أن تكون أنت مؤمن من أعظم الكرامات، ثم أن تكون ملتزم، بس مؤمن أول. تمام؟ طيب أما تقول لي والله فلان طب ما هو أخلاقه كويس وكذا لأخيري، وبشوفه مع الناس وكذا لأخيري، والله ومات على الباطل، إيش أنا؟ وهو أعلم بالمهتدين. العلم مطلق، انت بتحكم على ظواهر الامور وتتصور انه الاعمال هي فقط اعمال الجوارح، وحقيقة اخطر منها اعمال القلوب. الكبر مثلا، الكبر هذا انت ابتداء موجود في الداخل. ابليس شو اللي اهلكه؟ الكبر. والله سبحانه وتعالى تعهد بايش؟ تعهد سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون. مش بس بده يحجب عنه الهداية، بده يصرفه كمان. ليش؟ لأنه متكبر. لاحظوا قضية أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي، ورد في القرآن بالذات تخصص إن الله وفي والله، مثلا نأخذ والله، والله لا يهدي القوم الظالمين. طب ولا والعمل؟ اترك الظلم. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، هذول اللي بغطوا على الفطرة بتنكروا الفطرة اللي خلقها. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الخروج من الطاعة. طيب والعمل؟ ارجع عن هذا كله بعدين منشوف. طبعا وفي إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، مسرف في المعاصي كذاب.
غالبا في هذه الدائرة، الكذابين المسرفين الظالمين الكافرين الفاسقين، هذول لحظة، هذول مش بتدخل مشان يضلهم، لا لا يهدي. طب بتدخل ممكن، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، هي تدخلون. وأنه الظالم وشو درجة ظلمه ومتى كانت المشيئة بأنه انتهى وضعه، تمام؟ طيب، إذا وهو أعلم بالمهتدين. بس طبعا جيد أنه نعرف برضو أنه في هداية بتكون تكوين، يعني الله خالق مثلا الإنسان مفطور على أمور يهتدي بها، فطرة تكوين. ولذلك لما فرعون سأل موسى عليه السلام عن ربه شو عرف، وقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، مشان يهدي لوظيفته. ليش مخلوق كل كائن؟ لكن ازداد الآن في عالم المكلفين الإنسان بالذات إنه إيش الهداية بالرسالات، هداية تشريعية. لما بشرع لك وبقول لك افعل هذا، هذا هداية. انت عندما تلتزم بالتشريعات على فكرة انت تهدى من حيث لا تدري. ولذلك فيش مفاجآت بالنسبة للناس الصالحين والملتزمين بالحق، فيش مفاجآت في حياتهم. هو حتى لو ما مش عن فهم وعي، هو يهتدي من حيث لا يدري. اذا الهداية اشكال. طيب، وقالوا إن نتبع الهدى معك، مع مين يعني؟ طب هم سموه هدى، هي بيعترفوا فيه هدى. واضح انه اللي تكلموا بهذا الكلام ما هم بدهم يعتذروا، واضح انه احنا بدنا نؤمن. اذا مش اشكال يقولوا نتبع الهدى، يعني بيقولوها لانه عم بيقولوا انت رسول. طبعا العلماء بيجيبوا بعض الاسماء اللي قالت هالكلام، وانه قالوا له احنا مصدقينك صلى الله عليه وسلم. مش هذا الموضوع، هذا في كل زمان اصلا موجود. هالاعتذار هذا الاعتذار اللي تجده عند البعض، في البعض بيكون مكذب واضح، البعض الاخر بيحاول يلف ودور يعتذر لك، يعتذر. شو دوافعك في عدم الاتباع؟ لاحظوا، وقالوا إن نتبع، إذن المسألة مسألة اتباع. هو أصلا لو كان الدين مجرد فكرة يؤمن فيها الناس ما فيش إلها التزامات، كان ما بتجدوا إلا كل الناس مؤمنين. بس مشكلة كثير من البشر إيش؟ طب آمنا، اللي بعده نتبع. طب هاي نتبع، هاي مشكلة عند كثيرين، مشكلة. ولا لو إنه الإسلام فكرة فلسفية كان تجدوا كل العالم. أما نتبع، هون بتيجي المشاكل. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أما الخطف فيه لحظة أخذ بسرعة، خطف وردت طبعا في القرآن في أكثر من، إذا شو هو الخطف؟ الأخذ بسرعة نسميه خطف. والجزيرة العربية، وذكر القرآن على فكرة بالنسبة لهم إنه الناس من حولهم تتخطف، لأنه الجزيرة العربية كانت فيها إشكالات بين القبائل وحروب وصراعات وتفاصيل. مكة اللي كانت آمنة مش بس هي وقوافلها، تعرفوا لمكانة الكعبة ومكة. وقالوا، إذا معناته هذول على فكرة أهل مكة اللي هم قبائل مختلفة، قريش قبائل مختلفة. وقالوا، هو مش بالضرورة يقولوا كلهم، لأنه كثير قالوا أشياء، بعض هذه الأقوال قالها زعماء فلان وفلان، أو قال زعماء فلان وفلان. ومثل هذه الأقوال ممكن تجدها اليوم. بس لاحظوا انه الآية اللي قبل هذه الآية ايش هي؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا
طب ما في من مكة، في من قريش، من من الزعماء ومن غيرهم أسلم واستعد يواجه واستعد يضحي إلى آخر درجة، إذن إيش هالاعتذار؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني بتخطفهم الناس لسبب أو آخر. كانت الجواب أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، لاحظوا، رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لو في عندهم علم حقيقي كان بلاحظوا، طب مين اللي أعطى مكة وقريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن برضو في أمن غذائي، تمام؟ لذلك أشارت إليه الآية اللي بنقرأها، أولم، يعني هم مش ملاحظين، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا، شوفوا لاحظوا، من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو على فكرة ممكن تجد ناس اليوم يقول لك إيه، إحنا إذا بدنا نلتزم بدين الله ما كل الأمم بتتخطفنا. أنتم ما بتلاحظوا الحرب اللي بشنوها؟ هو بشنوها على المسلمين ليش؟ لأي سبب؟ والأشكال والألوان وفلسفات مختلفة، وأمم كذا، الإسلام الإسلام، من إيش خايفين؟ هذا الشيء على فكرة اللي طرحوه من أول يوم بعض زعماء قريش، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. طيب ممتاز، معناته أنتوا لاحظوا الآن، معناته أنتوا بتجعلوا البشر بكل قدراتهم وطاقاتهم وعلومهم إيش؟ فوق الخالق، يعني وكأنه المتصرف مين؟ البشر، يعني المتصرف أمريكا، المتصرف فرنسا، المتصرف روسيا. طب واللي خلق الخلق هذا، الخلق اللي انتم شايفينه والابداع في كل صغير وكبير والخلق الهائل، هذا الخالق انتم بتجعلوا البشر فوقه؟ اذا وقالوا، وهذا اللي بتجده ضعف الايمان اليوم، كان الايمان ضعيف على طول على فكره، بيبحث له عن صنم يلجا له مشان يحميه ويوفر له مصالحه. هالصنم روسيا ولا صنم الصين ولا صنم فرنسا ولا فرنسا، يعني صارت مش كلها ولا امريكا ولا بشيك، لانه دير بالكم هذا الان بيكشف لكم عن واقع في داخلهم. ممكن يقولوها صادقين، صادقين من اي باب؟ صادقين يعني يعبروا عن 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 داخلهم، هيك شايفين هم، هيك بحسوا، هيك بخافوا، يعني مش ضروري يكونوا كذابين اللي قالوا هالكلام، لكن هذا بيكشف عن ايش؟ عن حقيقة قديش في ايمان، او يعني يرجون لله وقارا، يعني بيفهموا ايش يعني خالق، بوكروا الخالق، طالما انه انتم بتقولوا انه هذا رسول، وطالما بتقولوا انه احنا مؤمنين فيك كرسول، طيب شو الخطوة اللي بعدها؟ انت بتقول، ما هو لو مش مؤمن بفهم يكون بهالطريقة هاي، ما هو مش مؤمن، بس انت بتزعم انه انت مؤمن بانك رسول من عند الله. ما هو اذا امنا انت فيك، ايوه، شو اذا امنتوا؟ ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. الان عرض لهم قضية هم عايشين فيها مش منتبهين، ليش انتوا اولم نمكن، مين اللي مكن؟ وعلى فكرة مكن من ايام ابراهيم عليه السلام وقبل ولحد اليوم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. بعدين نشوف، نأخذ الألفاظ شوي، إيش الثمرات أو إيش الثمرة؟ الثمر هو في الأصل على فكرة ما يتولد، بالذات في عالم النبات، ما يتولد في عالم النبات شو بسموه؟ ثمر، وثمار وثمرات، تمام؟
ما يتولد. لكن فيما بعد صارت اللغة تروح، مثلا لما يجي يقولوا مثلا العمل ثمرة الإيمان، يعني أنت آمنت، وين الثمرة؟ شو يعني ما تولد عن الإيمان؟ إذا المسألة مش بالضرورة تظلها محصورة، وإن كان أكثر ما ورد في القرآن من ثمرة وثمار يعني يتعلق بإيش؟ بالنبات، يتعلق بالنبات. لكن إذا بتلاحظوا اللغة لا، ممكن في قضايا حتى في عالم المعاني، يعني ثمرة جهودك إيش؟ إحنا منقولها ولا منقولهاش؟ شو يعني ثمرة جهودك؟ يعني جهودك شو تولد عنها؟ شو تولد عنها؟ ثمرة وجودك، جهودك. إذن صرنا نستخدمها في غير النبات. في طيب، أولم نمكن، إيش التمكين؟ لاحظوا إيش التمكين؟ ممكن نقول أولا التمكين جعل الشيء في مكان. طيب هذا الحد ذاته مش معنى التمكين، جعل الشيء في مكان. طيب جعل الشيء مستقر، هي ضفت مستقر، جعل الشيء مستقر في مكان، برضو لحد الآن مش هذا هو التمكين. تمام، لحظة، جعل الشيء في مكان، تمام، جعل الشيء مستقر، هي استقر في مكان. لأنه ممكن يكون اللي جعلته في مكان مش مستقر. طيب ممتاز، طب مستقر برضو لحد الآن ما وصلناش لمعنى التمكين، لكن يضاف إله الآن قوة الاستقرار، قوة. لكن بتقول إيش؟ زي ما بتكونوا أحيانا بعض المسائل كنتم تختبروها إنها في مكانها ممكنة ولا لا، بتحاولوا إيش؟ تزحزحوها، فلما بتعجزوا عن زحزحتها بتقولوا إيش؟ لا، هاي ماكنة، ماكنة. إذا هل هو التمكين جعل الشيء في مكان؟ لا، جعل الشيء في مكان ومستقر فيه؟ لا، وإنما يضاف إله إيش؟ قوة الاستقرار، قوة. طيب، أولم نمكن لهم، كانت الجزيرة العربية الحروب فيها والاعتداء بعضهم على بعض والنهب والسلب والسبي وتفاصيل، إلا مكة، إلا قريش حتى قوافلها، مكة وكله قريش، حتى ما بيقبلوش زعامة في الدين إلا قريش. أولم نمكن لهم؟ طب كيف أجى هذا الكلام؟ لحظة، كيف أجى الكلام؟ ما لاحظتوا إنه الخالق سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو اللي أعطى هذا؟ أنتوا هاي إشي شاعرين فيه ولا مش شاعرين؟ لا يكون العرب أعطتكم هالكلام، العرب لا، لو بدك تجمعها متناقضة في كثير من القضايا، لكن خلص هيبت قريش ومكانة الكعبة وإلى آخره، هو اللي مكن لقريش من كله. طيب إذا هذا التمكين، أخذنا تمكين الثمرات الآن. أولم نمكن لهم حرما، سبق الحرم عرفنا، آمنا بتعرفوا مسألة الأمن، وهذا البلد الأمين، ما هو هذا أحكام شرعية جعله الله سبحانه وتعالى آمن. يجبى، إيش يجبى من ناحية اللغة؟ على اعتبار أنه ورد في أكثر من آية ومنها الاجتباء، لما الله سبحانه وتعالى بيجتبي رسول أو بيجتبي نبي، إيش الاجتباء؟ الجبي، إيش الجبي؟ هو مسألتين، مسألة الأولى أول خطوة في الجبي الجمع، الجمع نجمعه، تمام، هي أول قضية، أو بنستخرجه، ممكن حاجة إلى استخراج، نجمع أو بننتخبه من بين الأشياء كلها، خصوصا هذا الاجتباء بصير انتخاب، بتجمعه بعدين إيش؟ تجلبه. لذلك الجباء اللي بيجلبوا الضرائب شو بيعملوا؟ أول خطوة بيعملوها بيجمعوا الأموال من الناس ثم يأتوا بها إلى الدولة، الجباء مش هذا اللي بيشتغلوا فيه؟ إذن لابد من خطوتين، الخطوة الأولى جمع، كيف بيتم هذا الجمع؟ وخصوصا إذا فيه افتعال زي اجتباء، معناته بتدقق أنت في الإشي اللي بتجمعه هذا وتختار وتميز وتختار الإشي اللي أنت تريده بالضبط. إذن هو الاجتماع جمع ثم جلب، ثم جلب حتى يصير إيش اسمه؟
جبي، والاجتباء افتعال اكثر، يعني بتكون وقتها نقيت، اصطفيت اصطفاء ونقيت، لما بتجمع بتجمع الاشي اللي مصطفى، بصير اجتباء. وبالتالي الان نشوف، اذا اولم نمكن لهم، طبعا جوابهم بيكون واضح، طب شو بدهم يقولوا؟ اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه، شوفها يجمع ويؤتى اليه ثمرات كل شيء، هذه كل شيء تستخدم للتنويع والكثرة، تعبير هذا كل شيء، أوتيت من كل شيء، لما في بلقيس مثلا أوتيت من كل شيء، شو يعني من كل شيء؟ يعني مش بس كثرة وتنوع، لأنه ممكن يكون كثرة في شيء واحد، كثرة في شيء واحد، لا يعني مثلا واحد كثرة مثلا في 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 النقود، في النقود، هذا مش أوتي من كل شيء، نقود وأراضي وقصور، لحظها وا 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 وا، هذه الكثرة والتنوع إيش من كل وقت، أوتي من كل شيء، كل شيء، وأوتيت من كل شيء. إذن أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وما أدري إذا وقفنا على رزق سابقا أو لا، بس خلينا الآن خلص معنا الآن، بدناش نوقف عند رزق شوي، بس بلكي نوقف فيها أطول، شو يعني رزق؟ لأنه الواحد ممكن يرزق أموال، وممكن الله يرزقه عقل، وممكن الله يرزقه حكمة، حكمة، وممكن يرزق تأني، وممكن الرزق مش انه معناته فقط ها، انما هون اتكلم عن ثمرات كل شيء بانواعها، تمام. رزقا من لدنا، واذا بتذكروا تحدثنا عن لدن ولدى وعند، والفرق بينهن عند، وبما انه كنا تحدثنا في لدن ولدى وعند والفرق بينهن، لانه مرات بتقدرش انت حتى تميز معاني الالفاظ على فكرة، اللي بظنوا انه في ترادف، مثلا انا بدي اجيب عبارة لا تستطيع ان تضع مثلا محل عند لدن، مع انه لدن فيها معنى ايش؟ عنده، لدن فلان عنده. طيب خليني اقول هيك، عندي ان من يقول كذا وكذا مخطئ، حط محلها لدني، ما في، ما مش ممكن تركبش، تبعتوا كيف؟ هون احيانا لما بنميز الفروقات بين المعاني في الاشياء التي تبدو مترادفة، انت لاحظ استخدامات الناس الها، هذا من معرفة على فكرة المعاني، يعني استقرئ العرب الفصحاء وكيف كانوا وانه لما بتحلش هيك بيبدأ يتميز، بيبدأ يتميز معاني الالفاظ، تقدر تعرف. اذا انا لما اقول عندي، عندي ان من يقول كذا وكذا فهو مخطئ، ما ممكن تيجي تقول لدي ان من يقول، او لدني ان من يقول، خصوصا لدني من يقول كذا وكذا فهو مخطئ، ما مش صحيح. طيب، وقلنا سابقا بدي اذكركم، لما واحد تاجر يقول، يجي واحد يساله يقول له عندك مثلا اسمنت، بده يشتري يعني، قال له عندي، قال له اذا ممكن بلا، قال له بالمخازن على بعد 100 كيلو عندي، هو ضروري عنده يكون يعني قريب؟ لا، ممكن يكون عنده في المخازن، والمخازن بتبعد 100 كيلو، او عنده في مخازن قريبه، او عندي. خلينا اذا في قضية اللدن اللي فيها، اللي فيها ايش؟ اختصاص وقرب يكاد يكون ايش؟ يكاد يكون زي صفة، ما بكونش، لحظة، رزقا من لدنا، يعني منين صادر؟ خصوصية، خصوصيات الرب اللي مش معطيها للاخرين، يعني هذا الرزق جاي من خصوص، من من صفات الرب ومقام هيبته وجلاله اللي
ما أعطى الكائنات هذه المسائل، بمعنى أنه في أشياء أعطانا الله إياها، هو مالك الله وأعطانا نملك، قال املكوا كذا واعترفوا له بملكه، مش هيك؟ ولكن في أمور تصدر عن الخالق فقط لوحده، لوحده من مقام الجلال، مقام الربوبية والجلال والعظمة، معناته هذه إيش؟ هذه من لدن الخالق، هذا من لدنه، من عنده شوفوا التعبير مباشرة، من عنده مباشرة فيما يختص به وما تركه للمخلوقات. أساس الآن إذن لاحظوا الآن، رزقا من لدنا، اللي حصل معكم هذا من لدن الخالق، إياكم تظنوا للبشر في إله إلهم دور، هذا من لدن الخالق من عنده مباشرة فيما يختص به، يعني ما تركوا لغيره، مش هيك؟ ولذلك لما يقولوا علم لدني، ايش يعني علم لدني؟ يعني علم من عند الخالق بس، وعلمناه من لدنا علما، يعني البشر هذا العلم مش معطى له، مش علم الانسان ما لم يعلم، هذا مما لم يعلم الانسان، طالما من لدن الخالق، طالما من لدن الخالق لدن، فبديش اخوض الان بلدة وعند، لانه سبق اذا بتذكروا بصير تكرار في الدرس الاستفادة في الموضوع. نرد نقرأ الآية، لاحظوها، اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. يعني يذهل الناس على فكرة في غالبيتهم العظمى، يذهل عن حقائق انه المتصرف هو الله. بعض الظواهر بيحاولوا يفسروها تفسير ارضي تفسير بشري، حتى بيقولوا جن مرات وبيقولوا كذا لاخره، وهم مش مدركين انه هذا فقط المتصرف هو الخالق، وقاعدين بتقولوا لي ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، وهذا اليوم المنافقين والضعفاء والمهزومين بقول لك شو انت جاي بدك تطبق شريعة الله، وشو نعمل مع الدول الثانية هاي؟ ليش هي بتسمع لنا؟ هي بتسمع لنا؟ طيب هايو هذول اللي اعترضوا من وهم صادقين، ممكن انا بتصور صادقين زعماء قريش اللي قالوا هالكلام، شو يعني صادقين؟ تعبير عن حقيقة شو داخلهم هم هم بتصوروا هالتصور. لكن فيما بعد شو صار؟ بعد كم سنة معدودة على الأصابع شو صار؟ صاروا هم كمؤمنين بملكوا أو ورثوا خلافة، عفوا، إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم الشرقيين، يعني أقوى دولتين في العالم، نفسهم اللي كانوا في مكة. وبقول لك شو نعمل مع الناس احنا؟ شو تعمل مع الناس؟ طيب انتوا جيتوا بعدهم وشفتوا قرأتوا السيرة، ايش صار؟ اللي صار انه فتح العالم، البشرية كلها اقبلت وآمنت معك وقتها، واصبح الدين هو الاول في العالم. بلد صغيرة مكة، هذا درس لكم على فكرة، ودرس لضعاف الإيمان، واللي بيقول لك احنا شو نعمل، ما احنا اذا بنسلم وبنعلنها انه احنا مسلمين وماشيين على الخط وكذا، احنا الناس بتتخطفنا، شو بصير فينا اصلا؟ شو بصير فينا؟ الناس بتتخطفنا، وبعدين هم قاعدين بفرضوا علينا قوانين يا اخوي، وشو نعمل احنا؟ ما هم اصلا هم مش عم بتصدقوا علينا، تصدقوا هم مش بتصدقوا، يعني مش عم بعطونا اموال اذا احنا ما انحرفنا وما حرفنا دين الله وما مشيناش زي ما بدهم، وبدهم يعملوا لنا مجتمعات فاسقه ومجتمعات ذرات يسيطروا عليها بسهوله. قال وان خفتم عيله
فسوف يغنيكم الله من فضله. هذا الخطاب لمن كان؟ هذا الخطاب لمن كان؟ للمؤمنين المستضعفين كانوا وقتها يعني. وإن خفتم عائلة اللي هي يعني فسوف يغنيكم الله من فضله. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وإحنا اليوم إنه العالم العربي كله على فكرة والإسلامي بغزو الغرب وكله إيش هالمنطق هذا؟ المنطق هذا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وشو كمان ومنفتقر بعدين العالم الإسلامي؟ أيوة. أولم نمكن؟ طب أنا بدي أشوف العالم الإسلامي الآن. سبق قلنا العالم الإسلامي اللي أكثريته سكانه مسلمين، اللي أكثريته، لأنه بتعرفوا في أقليات مسلمة كثير برضو، والمسلمين اليوم برد أكرر كثير كررتها فوق مليارين، أنا حاسبهم من 6-7 سنين وأكثر، أكثر من مليارين، وبعدهم بيقولوا مليار ونص، زي اللي بقوا قعدوا سنين ويقولوا 100 مليون عربي. أين 100 مليون؟ هم طلعوا فوق 400. شو 100 مليون عربي؟ بتظلك على في المحطة الأولى. فهون ونفس الشيء المسلمين اليوم فوق المليارين، والبلاد اللي أكثريتها مسلمة في حدود 35 مليون كيلومتر مربع، 35 مليون اللي أكثريتها مسلمة، تمام، وفيها 90% من موارد الطبيعية في العالم، 90%. وإيش بتقولوا لي؟ والقصتنا قصة هالطغاة هذول اللي على العروش، واللي هم أصلا الأمة، والغرب أوهمنا إن استقلينا وصدقنا إحنا، ما هو أجانا الغرب بجيوش وإحنا متخلفين. وإحنا سبق قلنا إنه دخلنا في مرحلة التخلف، زي إشي طبيعي، هذا إشي طبيعي إنه يدخلوا. لكن ميزة الأمة الإسلامية بتنهض على فكرة، مش زي باقي الأمم. في أمم تدخل مرحلة التخلف ثم الزوال وانتهى موضوعها، ياما أمم ذهبت في التاريخ وانتهى الموضوع، حضارات وغيرها وحتى وفلسفات وأديان وتفاصيل. ها الإسلام لا، الإسلام أبدا، لأن هذه رسالة الله إلى البشر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وبالتالي إيش هاي الزعم بأنه إحنا نتخطف من أرضنا؟ وإيش كمان؟ شو بصير فيكم كمان؟ فقر يعني؟ وإن خفتم عائلة، أنت المهم اتبع واجه وبتنحل مشاكلك. وأصلا كل ما استسلمت كل ما ذبحوك، كل ما استسلمت كل ما ذبحوك، وكل ما نمت كل ما دعسوك. هيك الكفار، هيك الكفار. وهيك الإنسان بدون دين حق، بيعرفش لا رحمة ولا بيعرف عواطف ولا غيره ولا تفاصيل. طيب نكمل إن شاء الله. ولكن أكثرهم لا يعلمون. هاي مشكلة الناس، بفهموش، بفهموش. لو بفهموا اللي خالق الكون هذا اللي قاعدين تبحثوا الهائل، واللي صرتوا تعلموا بعض الإبداعات وبتخافوا من البشر. طب انتوا اصلا جايين مشان تنقذوا البشر، انتوا من اجل انقاذ البشر، وكمان بدكم تسلموا دكنكم للبشر مشان شو؟ واليوم هاي انتوا لاحظتوا المحاولات في اضلال الامة وافسادها، وجيب لي قوانين وغير واقفز على الشرع وعكل بكونش هذا. هذه امة محصنة، وطالما هذه الأمة وعيت على فكرة انتهى الموضوع. ايش يعني؟ ايش يعني؟ يعني الوعي بتصاعد مش بنزل. ولما بتصاعد الوعي وبرتبطوا الناس بالإسلام أكثر انتهى، انتهى كل هذه الأمم بتخر أمامك، مش أول تجربة. طيب ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكم؟ كثير. إذن هذه التعبير إذا بتلاحظوا هذا دائما، وكم يعني كثير. كم أنفقت من أموال؟ شو يعني كم أنفقت من أموال؟ كثير.
وكم أهلكنا من قرية، وقرية سبق قلنا إنها هي أصلا هي تعبير اليوم نقول عنه مجتمع، لأنه القري فيه معنى الجمع، والقرية يعني المجتمع. ولذلك ما يسيطرش علينا مفهوم القرية المعاصر هذا إنه مدينة وبلدة وقرية، لا مش هذا، مش هذا. وحتى بستغرب من بعض أهل التفسير لحد اليوم لما يقال قرية في القرآن كن قالوا المقصود أهل القرية. شو المقصود أهل القرية؟ أصلا القرية أصلا معناها المجتمع. طيب والمجتمع ما هو بيكون موجود في مكان، هاي في مساكن هون في القرية اللي بيقول عنها سبحانه وتعالى مساكن. طب ما هي المساكن بتكون مجتمعة برضو، هي يصح تعبيرها اعتبارها جمعة باعتبارها جمعة مساكن أو جمعة بشر، ولكن في الأصل القرية اجتماع البشري، الاجتماع البشري، ومكان الاجتماع البشري بيكون اجتماع مساكن وغيرها. أي إذا تجمع هو قرية، مجتمع يعني مجتمع. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. البطر، وإن كان نستخدمها كثير فلان بطران، بطران فلان بطران، وين انت منقولها هاي على فكرة فلان بطران. والبطر لما بيكون في نعمة حلت فيه، هو في نعمة وبيبدأ شو يعمل من فرحه بهالنعمة ودهشته في انه الله سبحانه وتعالى انعم عليه وفرحه بهالنعمة، بيبدأ ايش؟ بيبدأ شمال ويمين وطغيان وتكبر واسراف كل هذا. شو اسمه؟ بطر. بيبدأ يبذخ مثلا، بيبدأ يبذخ ويا ناس شوفوني، وبتعدى كل الحدود وبشك كل الأعراف كل من فرحته بإيش؟ واندهاشه بما أنعم الله عليه. كل هذا معناته هذا البطر. هم بيقولوا طبعا وإن كان العلاقة بيقولوا إنه أصلا البطر يعني فيه معنى الشق، الشق البطر. ولذلك البيطار او البيطار يعني بقول عنه بيطار احنا، اللي هو حكيم الدواب، مش هو البيطري يعني؟ بيطار، احنا بنحكي فصحى الان وعامة بيطار. البيطري ما هي اصلا لغة بيطرة يبيطر، فهو بيطار. بيطرة يبيطر فهو بيطار، يعني هذا اللي بتعامل مع الحيوانات، وما أسرع ما تلاقي شك الحيوان مشان يضبطه، فيبدو أنه لأنه شغله كله في الحيوانات إيش؟ شك هون قيم هون اضرب هون بشيك؟ وإن كان عند البشر يعني آخر الحل الجراحة، بس في الحيوانات مش قضية. فالبيطار بيشتغل فيه منيح يعني هو بشك. فيبدو. طب هذا اللي بيفرح بالنعمة كأنه على فكرة كأنه هالنعمة هاي شو بيعمل فيها؟ بدل ما انه يعرف حقها، لأنه كل نعمة لها حق، بدل ما يشكر، والشكر بالدرجة الأولى سلوك على ضوء النعمة. أي نعمة بدك تشكرها اسلك صح، اسلك صح بتكون بدون ما تتكلم. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شكرا، العمل. طيب فهون كأنه في النعمة هاي بيبدأ ايش؟ يخرج عن المطلوب حتى تكون شاكر للوظيفة، وكأنه يعني يخرق، شفت استخدمت يخرق، وكأنه يخرق كل الأمور المقبولة والأمور السوية بخرقها كيف لما واحد يقول يخرق كل الأعراف؟ طب ليش استخدمنا يخرق في الأعراف؟ هي تخرق الأعراف، أيوة، لما يخرج عليها بطريقة فجة خرقت الأعراف،
وهون يبدو أنه في الأصل معناها الشق، فهذا البطران كأنه يخرق أمور أخلاقية ويخرق عادات وتقاليد محترمة، عقائد سلوكيات، كل هذا بخرقه بخرج منه بتيه بالنعمة. شو بسموه؟ بطران. وهذا البطران أشد منه الأشر. طيب، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. إذن هم طبعا العيش هو في الأصل الحياة، العيش في الأصل الحياة، وزي ما قالوا بدون حياة فيش عيش. المقدمة الأولى إيش؟ الحياة. ممتاز. كيف دققوا معي الآن، كيف بدنا نستمر في هالحياة؟ شو برنامجكم؟ هذه اسمها معيشة وعيش، معيشة كما مضى. هاي والله خالقنا أحياء، ممتاز. هذه الحياة بحاجة لإيش؟ استمرار. طب بحاجة للاستمرار، كيف بدها تستمر هالحياة؟ هذا كيف، والبرنامج والنظام اسمه معيشة. وكم أهل، إذن هذا المعيشة. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. طيب، هو نلاحظوا إنه الآية الأولى إنك لا تهدي، الآية الثانية المنطق اللي واجهه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ما هو لما يكون محجوب عنه الهداية أصلا راح تشوفوا منهم منطق ومنطق ومنطق كله بركبش، ومع ذلك بيحتجوا عليك في إنهم بيهتدوش للأسباب كذا. هذا كله اعتذار غير مقبول وغير صحيح، وإنما لأنهم مش مهتدين. طب ليش؟ وهو أعلم بالمهتدين. فكل اللي بتسمعوه على فكرة من تسويغات وتبريرات وتفاصيل من المخالفين والعصاة والمنحرفين والغير ملاحدة وكذا آخره، شو نتيجة؟ شوفوا الآية الأولى اللي هي مقدمة للآية الثانية، ثم إذا ما هو الأمة الإسلامية على فكرة ما أعطاها الله سبحانه وتعالى الموقع، موقعها في العالم، والمقدرات اللي قلتها وأعدادهم الهائلة، وعلى فكرة من سنين في الغرب دراسة، وهي قلتها سابقا، دراسة درسوا الأمم، كانت الدراسة بتقول أذكى شعوب الأرض موجودة في الشرق الأوسط، أذكى شعوب الأرض موجودة في الشرق الأوسط. شو يعني الشرق الأوسط؟ هذا ما تعبيرهم هم عن العالم الإسلامي يعني القريب، مش هيك؟ أذكى شعوب الأرض موجودة، وهم اصلا بيعرفوا انها يعني عوامل النهوض موجوده كلها، كل عوامل النهوض المطلوبه موجوده عندنا. شو اللي بيمنع على فكره هذا الكلام؟ شو اللي بيمنعه؟ هذول اللي على العروش مهمتهم يضبطوا وتيره تطور الامه ويمنعوا هذه الامه للعالم كله، ها، ممكن بيرى انه هي المؤهله، يمنعوا من انها تصعد وتخلص العالم لانها صاحبه رساله. هم بدهم يقوى وعلومهم من اجل يسيطروا على البشر ويستذلوا البشر، وانت المنقذ للبشر. طيب، واذا مش قادر تفهم انت مين انت، وين موجود، وشو اعطاك الله سبحانه وتعالى. وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها، لانه شو اللي بدهم اياه؟ هم بدهم ياكلوا ويشربوا كذا ويرافصوا في هالحياة. ما هو البطر لما بعض الدواب على فكرة لما بتأكل وتشبع وكذا بصير طارد وترافس، طارد وترافس. هذا بطر. كيف صرت بطرا؟ هذا هو. يعني شو قصدكم؟ يعني قصدكم بدناش نتبع ونأخذ شو كذا ونساير هالأمم ونمشي مع هالكفار والمنحرفين مشان شو؟ ومين قالكم انه وقتها بترككم على خاطركم؟ وادرسوا الواقع وشوفوا.
اللي انتم فيه الان. وكم من قرية بطرت مجتمع يعني بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. طيب ايش المسكن او السكون؟ سكون اولا سكون مقابل الحركة، اصلا ما فيش الا حركة وسكون. هذول بسموهن نقيضين، بحيث اذا انتفى الاول وجد الثاني حتما، يعني انتفى السكون وجد ايش؟ الحركة. انتفت الحركة وجد السكون. شو بسموهم هذول؟ ضدين، عفوا متناقضين مش ضدين، يعني اسود وابيض هذول ضدين، لكن بديل الابيض الاحمر والاصفر والاخضر وبديل الاسود اشياء كثيرة بشك، لكن هون شو بديل الحركة؟ سكون. شو بديل السكون؟ حركة. هذول بسموهم نقيضين مش ضدين. تمام. الان سكن، ممكن بعض الناس يقولوا طب في العلم اليوم اكتشف العلم انه فيش شيء اسمه سكون، لا يوجد شيء ساكن. ايوه طب هيني انا ساكن. لا، ما هي الارض بتدور فيك يا شاطر، فانت والارض ماشيه بسرعه واصلا لاحق الشمس، والشمس ماشيه بسرعه هائله، والشمس كل تقريبا اكثر من 200 مليون سنه بتدور دوره واحده، وكل المجموعه لاحقتها وبتحاول تضبط حالها وراها الشمس. ففيش شيء اسمه ساكن. وبالتالي شو هو السكون؟ السكون هو تعريفه معناته بنعرف السكون. السكون هو لحظة علاقة ثابتة بين متحركين. وخليني اضرب مثال، ويبدو احنا كنا متكلمين بهالموضوع. بدي اضرب مثال انا والكرسي. انا والكرسي عندما تكون العلاقة انا وياه متحركين، الكرسي متحرك وانا متحرك، اذا كانت العلاقة بيني وبين الكرسي ثابتة هذا السكون، واذا اصبحت العلاقة مش ثابتة شو اسمه؟ هذه هو الحركة. اذا السكون هو علاقة ثابتة بين متحركين، هذا هو السكون. تمام. والمساكن هي الاماكن التي يسكن فيها الانسان. شو يعني ويستقر؟ يسكن بسكن حركته وبيستقر، شو بسموها؟ مساكن. وعلى فكرة حتى السكين اللي بتستخدموه، لماذا سمي سكين من هذا الباب؟ يعني السكين ليش سمي سكين؟ لانه لما انت بتجيب مثلا نعجة وتذبحها بعد ما كانت صاحبة حركة شو بتصير؟ شوية صغيرة ما بتشوفها الا ساكنة. عن طريق ايش؟ عن طريق السكين، هذا اللي جعلها تسكن. سكون. فبالتالي المساكن اذا هي مكان الاستقرار وسكون. اما الناس لما بدهم يروحوا في تجارات ويتحركوا ورايحين، هاي مش مساكنهم. مساكنهم حيث استقروا وسكنوا. لاحظوا سكنوا، حتى صار كلمة سكنوا معناه بتلتبس عليك. شو سكن يعني؟ توقف عن الحركة ولا شو؟ لا، هو استقر في مسكن. ليش سمي مسكن؟ لانه مكان اللي بتتوقف فيه حركته وانطلاقاته الى اخره. ها؟ فتلك مساكنهم. فتلك اذا بعطيك امثلة من التاريخ. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلة. لانه شو الا قليلة؟ لانه مرات يعني اما قليلة من هالمساكن الكثيرة او الا قليلة هالمسكن هذا. تجد مثلا اليوم بتمر انت على مدائن صالح موجودة، مدائن صالح اليوم ممكن يروحوا، خصوصا الان فتحوا يعني شوي بيفتحوا، قاعدين مدائن صالح تروح تزور، بمروا هالناس مرور عابر الا قليلة، بس هي لم تسكن. وكنا نحن الوارثين. يعني كم؟ ادرس التاريخ كله. ولذا يعني بدي اقول لك بمعنى اخر، اذا مش عم تفهم ولكن اكثرهم لا يعلمون، واذا ما بتعرف سنة الخالق يعني بتاخذ دروس من التاريخ، ممكن يصير فيك مثل ما صار فيهم. ليش؟ وين هالشيوعية؟ وينها؟
طب ما كانت ملء السمع والبصر والقلوب، قلوب فئة من الناس، وينها؟ وين الشيوعية؟ وين 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 هذا في التاريخ؟ كثير كثير. وسنن الله ماشية. إذن وكنا نحن الوارثين. طب إيش الوارث والميراث ومنه أيضا التراث؟ مش هيك؟ ورثة ورث وميراث، هو أصلا على فكرة هو ميوراث في الأصل، بس كيف تطورت الكلمة إلى ميراث. ورثة يرث. طيب وكنا نحن الوارثين. أولا لاحظوا، في عندي شخص مثلا الله سبحانه وتعالى خولنا إحنا نكون مالكين فنمتلك، نحن نذهب، اللي مثلنا بذهب في الأخير بموت مثلا، نذهب. مش أنا مش حابب كلمة ينتقل الملكية، هذه ينتقل الملكية روحوا شوفوها في الطابو، بس اللي بيحصل في الواقع شو هو؟ فالملك اللي إلي أنا يصبح الملك اللي فلان وفلان وفلان. شو بسموهم هدول؟ وارثين. نيجي بنسألهم، انتو هذا الملك نتيجة بيع؟ بقولوا لك لا. نتيجة هبة لك؟ لا. نتيجة وصية؟ لا. نتيجة صلبطة؟ لا. نتيجة اغتصاب؟ لا. ولا شو؟ والله ذهب المالك الأول فكنا نحن الوارثين، اللي محله يعني، اللي محله. والله سبحانه وتعالى خول البشر امتلاك، لكن حقيقة هو قبل ما يخلق البشر إلى أن إلى ما فيش حد، هو المالك الحقيقي، هو الوارث الحقيقي. يعني كل هاللي بيملكوا هذول عندما يذهبون مين المالك الحقيقي؟ الله. طب ما هو أصلا اللي معطيهم الملك، هو اللي قال انت وخاطبك ولم يجيز لك أن تعتدي على ملك الآخرين. ليش هم ملكهم؟ تيجي تقول لي ليش هم ملكهم ولا ملك الله؟ واحد يروح هذا واحد لص مثلا يروح يسرق من الناس، يقول هو ليش هو ملكه ولا ملك الله؟ ما هو كل هذا لله. طيب ما هو الله اللي قال لك هذا ملكي، أنا بدي أخول فلان يتصرف وفلان يتصرف وفلان يتصرف وفلان يتصرف. فهو أصلا الوارث الحقيقي هو. فإن ملك ثم ذهبوا يبقى هو، لأنه كنا، ممكن المقصود فيها مش كنا بعده، يعني كنا من أصله إحنا الوارثين الحقيقيين، لأنه فيش غيرنا، وهو وارث وليس مورث الخالق. فهو وارث وليس مورث، يعني كل شيء له. من يعني قلت كيف سأصبح هذا إليك يا فلان؟ بقول بعد ما مات المالك. طب ما هو إله من أول، وهو اللي معطيك المخولك ومن أول يوم، وهو في النهاية كل هذا الكون مين اللي يرثه؟ يعني يكون له الخالق ابتداء وانتهاء، ولكنه ليس بمورث، لأنه كل اللي بورثه بورثه، لأنه في النهاية بيجي دوره. فهو وارث فقط وليس مورث الخالق، إلا إذا إيش ورث؟ يعني بأوامره قال أعطوا فلان بدون بيع ولا شروة ولا كذا. لأنه إذا كان بيع ما هوش إميراث، إذا كان هدية ما هوش، إذا كان وصية ما هوش، إذا كان مشك. إنما هو أصبح لي الملك بعد أن ذهب فلان، ذهب فلان. وكنا نحن الوارثين. طيب يبدو أنه هو انتهى الوقت. ماشي، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.